سلام صديقتي الغاليات، ان شاء الله دائما نلقاكم في تمام الصحه. جبت لكم موديلات اكثر من رائعه، من جلابه المغربيه، موديلات تقليديه، موديلات عصريه، موديلات فخمه كتجي في اللبسه انيقه، غادي تليق لجميع السيدات والبنات. ان شاء الله اي واحد شاف الفيديو غادي يلقى الذوق ديالو من خلال هذه الموديلات الجد مميزه والرائعه، واللي كتجي اكثر من رائعه كيف ما غادي تشوفوا معايا من خلال هذه المجموعه المتالقه. غادي نبداو باول قطعه، كما كتلاحظوا معايا جلابه بقطعتين، لون رائع مخدومه باليد وتنبات كما كتلاحظوا، كيجي حتى في الكمام وفي الصدر، موديل اللي انيق وكيجي في اللبس راقي جدا. غادي ندوزو صديقتي القطعة اخرى، هاد المرة قطعة باللون الاسود، العاشقة اللون الاسود. هاد القطعة انيقة وخفيفة، كتجي مخدومة بالراندة على الطولة ديال الجلابة، راندة شبكة، ثوب خفيف وانيق. غادي ننتقلو لقطعة اخرى دائما مع الراندا، هذه المره جات الخدمه انيقه جدا ودخل فيها اللوينات بالخدمه ديال الملاقيه اللي كتجي مخدومه باللوينات كما كتلاحظوا، موديل انيق وراقي جدا، دوك اللوينات جاوا متواتين ورائعين مع هذا اللون ديال الجلابه في هذا البلو هذا اللي كيجي انيق. غادي ننتقلوا لقطعه اخرى، جلابه بالطرس، هذه المره الطرس التطواني اللي كيجي فيه لوينات رائعين على شكل وريضات وكيجي منبت بالعقيق. طرزه كتجي غير في الصدر، كتجي انيقه جدا وراقيه. الافتتاحات كيجيو في الجناب، سفيفه بالعقاد بلديين. غادي ننتقلوا لقطعه اخرى، كي كتشوفوا موديل رائع ولون اللي شيك وانيق. هذا اللون هذا صراحه لون مفضل عندي، كيجي في اللبس هماوي وانيق مع الطريزات اللي داخلين فيه بلوينات رائعين جدا، بلورانج صفر، جو واحد اللوينات اللي تواتوا بشكل كبير مع هاد اللون ديال الجلابه بالسفيفه اللي كتجي على الهبطه او على الطوله ديال الجلابه بعقيدات بلديين. غادي ننتقلوا لهذا الموديل اللي جلابه بقطعتين فخمه ورائعه جدا، كتجي بالطرز الرباطي وبالمسلول كما كتلاحظوا، كيجي خفيف في المزيج ديال الطرز البلدي، الطرز الرباطي عفوا مع المسلول، كيجي في الجلابه هماوي ورائع. جلابه تقليديه انيقه كما كتلاحظوا هنا التفاصيل ديال هاد الجلابه. وغادي ننتقلوا لهذا الموديل اللي كيجي بالراندا اللي داخل فيها اللوينات وزواقه ديال الوريضات كما كتلاحظوا، لون رائع، كتجي خفيفه في اللبسه. وغادي ننتقلوا جلابه باللون الاسود مره اخرى، هذه المره بالخدمه ديال المسلول كيف ما غادي تلاحظوا، كتجي الخدمه في الكمام، المسلول اللي داخل فيه التنبات والصقلي او الصم، وكيجيو العقاد هابطين على الطوله ديال الجلابه، موديل متميز. ايضا هذا الموديل اللي كيجي بالطريزة في الصدر والطريزة في الكمام، موديل ما كيقلش جمالية على الموديلات السابقة، جد رائع، كتجي فيه سفيفة في الكمام وايضا في الكتاف، وكيجي بفتيحات في الجناب، فصالة رائعة، لوينات عصرية انيقة.
وغادي ننتقلوا لاخر قطعه، هذه المره جلابه اللي كتجيب الخدمه ديال زواق المعلم اللي داخل فيها الصم كيف ما غادي تلاحظوا معايا. جلابه جد جد رائعه وانيقه، كتجي جلابه بقطعتين. كنتمنى صديقتي ان الموديلات ديال اليوم يكون عجبوكم ورقكم واستوحيتوا منهم ان شاء الله الاطلاله المستقبليه ديالكم من خلال هذه الموديلات المتميزه. الى عجبكم صديقتي فما تنسونش من اللايك ديالكم، التعليق ديالكم، الى كنتوا جدد فكنرحب بكم. شكرا لكم.